مسويين بهذا الغلاء. قلنا المرة الأخرى بأن راه فاتت الأعذار، خصنا عاوتاني نجمعوا من جديد ونوقفوا بشكل وبشكل مستمر. اليوم راه ما بقاش الغلاء كيهم غير الطبقة المسحوقة، كل فئة هي مكوية بالغلاء. لهذا الجميع ننظمها، واليوم هي الذكرى ديال 20 فبراير الغالية اللي كانت بداية ديال المناهضة ديال الظلم ديال القهر ديال الاستفزاز اللي كتقدمو السلطات ضد الكادحين. وبالوحدة والتضامن يبين لكم